كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها وصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها قل هاش ذرات من ذهب زنها بذوق وبالأدب حسبك أن تنطق حسنات يحفظها الله ويقبلها قلها أدعية تأملها ونصائح حب تبدلها قلها تسبيحا تنقصه وطيور سلام ترسلها كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها وصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها كلماتك أخلاق تظهر وكلامك عنوانك فانظر في ذاتك كيف ستبديها في أي مقام تجعلها كلماتك أخلاق تظهر وكلامك